السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل إلى ورق العمل 3-8 ب. عندنا في البداية ضع بعض الملح ماء على مكعبات الثلج الموجود في الكاسبة واترك الكاسين لمدة 10 دقائق. تنبأ بدرجة الحرارة في كاس بعد مرور 10 دقائق. في الكأس ألف تكون 0 درجة سيليزية، أما في الكأس باء -6 درجة سيليزية. قس درجة حرارة الثلج الكأسين واكتب القياسات في الجدول. هل تنبؤك صحيح؟ نكتب نعم. في الكأس باء ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الثلج ينصهر، أما في الكأس باء لا يزال الثلج متجمدا، لا يزال الثلج متجمدا. الآن ننتقل إلى هنا. في الكأس ألف 0 درجة سيليزية، أما في الكأس باء -5 درجة سيليزية. الآن ننتقل إلى هنا. طبعا عندنا ينطلق نبثنينتين، في البداية نكتب ويش؟ في البداية نكتب 0 -8 -6 -4 -2 -0 -2 -4 -6 -8 -10 -12. هنا نكتب 5 10 15 20 25، وهكذا. نقوم بهذه الطريقة، نقوم بالحل. هنا 5، هنا 10، هنا 15، هنا 20، وهنا 25. في البداية نقول أن تبدأ الاثنان من -2، فنسوي هنا نقطة -2. بعد ذلك هنا في الكأس ألف 0 -10، 0 0 و10، بعدين 15 و2، 15 و2، بعد ذلك 20 و5، 20 و5 تقريبا هنا. بعد ذلك 25 و8، 25 و8. تكون الرسمة بهذه الطريقة، رسمة ألف. الآن ننتقل لرسمة باء. 10 و -6، 10 و -6، 15 و -4، 15 و -4. بعد ذلك 20 و -1، 20 و -1. بعد ذلك 25 و0، 25 و0. تكون الرسمة بهذه الطريقة اللي هي الرسمة باء. هذه الرسمة ألف وهذه الرسمة باء. ما النمط الذي تلاحظه في المخططين؟ في الكأس ألف ترتفع درجة حرارة الثلج بمرور الزمن. في الكأس ألف ترتفع درجة حرارة الثلج بمرور الزمن. والكأس باء العكس، والكأس باء عكس ألف. هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في